ست يسرى، خلينا شوي نرجع على التمثيل. أوكي. بلبنان وين ما بتحكي الست يسرى أيقونة التمثيل متعلم منها، حتى الممثلين المبتدئين واللي مثلوا صار لهم فترة. إذا اليوم بدي رجعك شوي على الممثلات اللبنانيات اللي أنت مثلتي معهم، شو فيك تقولي ست يسرى اللي هي كتير متواضعة وصريحة ومتصالحة مع حالها إذا بدي أقول، أخذتي منهم وشو أخذوا منك؟ عايزة أقول لك حاجة، هم من أقوى ما يمكن و very بروفيشنال، دي من ناحية. ما بيدلعوش في الشغل، عارفين يعني إيه شغل ممكن يقعدوا 20 ساعة ما حدش فيهم هيقول لك أصل جالي صداع، أصل أنا تعبانة، أصل كده. فالحقيقة الحقيقة أنا اتفاجأت، وخصوصاً لما اشتغلت مع ورد الخال وأستاذ رفيق. حبيبتي بوجه لها تحية. صحيح. أنا كمان أنا كمان الاثنين بوجه لهم تحية كبيرة. الناس دي حافظة، داخلين حافظين دورهم، عارفين دول من أهم الناس، فاهمين فاهمين يعني إيه إحساس، فاهمين يعني إيه تعيشي الحالة، فاهمين كل حاجة. وبعدين مفيش حد فيهم اتأخر ساعة مرة، ربع دقيقة on time عطول. وده احترام، ده احترام للشغلانة، احترام للمهنة، وده مهم قوي. طب ست يسرى بتعرف التمثيل بمصر هو نمبر 1، اتاخد كعالميا انه بس شوفي زمان بعده محافظ على الشيء كممثلين وتقنيين اكيد، بس انت شو اللي تغير؟ ما انتيش نمرة واحد دلوقتي في السوق، بمعنى ايه؟ يعني انت اللي كنت بتلمي كل حاجة في ايدك، دلوقتي مين اللي بلم؟ لا دلوقتي مفيش حد للأسف، محدش بيلم. لكن ايه؟ لما تيجي تتشهري هتتشهري في مصر، لما تيجي هتنجحي وتتعرفي هتتعرفي في مصر، فبالتالي هتتعرفي في الوطن العربي. ممكن في ناس بتبقى مشهورة جدا في بلادها ومهمة جدا ومن أعظم الفنانين، بس لما تشيلي 100 مليون ما يعرفوكيش كتير طبعا من الوطن العربي اللي هو في مصر، هي البلد كلها في 100 مليون في مصر. فانت عندك اكيد هوليوود الشرق هي مصر، صح؟ هوليوود الشرق انك انت بتعملي نجاحات يعني كل الناس الفطاحل اللي نجحوا في الخمسينات وكانوا مثلا من لبنان او من سوريا او من يعني من المنطقه العربيه، نجاحهم كان في مصر، نجوميتهم كانت في مصر. كانت سبب نجوميتهم طبعا اكيد. طب ست يسرى مين سبب نجوميتها كان غير الشعب المصري؟ مين اللي وقفها على اجريها؟ بصي لا قال كتير وقفوا لي، كتير كتير. انا مدينه لناس زي كتير زي ما بتقولي على طول، ناس ربنا بيحط لك ناس يخلوكي جنود، جنود يخلوكي يكونوا الشخصيه اللي قدامك دي. هم اللي يعني كل واحد في حته بصمه سايبها فيكي. لو مرق يوم او اثنين يكون ترك بصمة، لو عدى عليه ساعتين معاكي يا هتكون حاجة بالقبول يا بال يعني ايذر نيجاتيف ولا بوزيتيف ايا كان. واثنين بيكونوا شخصية الانسان. فكل حاجة بتتكون، كل حاجة بتتكون. المهم ازاي انت بتكوني شخصيتك دي من ناس يسيبوا علامات حلوة فيكي. طب اليوم إذا بدي راجعك شوي للممثلين اللي الله يرحمهم توفوا من خلال حقبة، مش حيجي زيهم خالص. اختاري لي ممثل إذا بدك تقولي له شيء هلا ما قلتي له إياه. لا كل يعني أنا ما أقدرش شخص أختار. لما مات قلتي يا الله يا ريت كان بعد ناقص أقول لك شغلة واحدة. بصي ليه بتوجعي لي قلبي بقى دلوقتي؟ اللي انا عايزه اقوله لانه بدنا نوجه له تحيه كمان. لا انا عايزه اوجه تحيه لكل الفنانين العمالقه اللي راحوا من حياتنا من زمن الزمن، اللي انا لم التقي بيهم بس حبيت الفن المصري. زمن رشدي اباظه. لا انا التقيت برشدي اباظه طبعا طبعا. لا 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 واشتغلت معاه وتشرفت ان انا اعرفه. لا انا اعرف رشدي بشكل very closely. لا رشدي اباظه ده حدوته، ده اسطوره. عمر الشريف، احمد رمزي، كل الناس دي. بس انا عمري مثلا ما شفت عبد الحليم، وانا من عشاق عبد الحليم. عبد الحليم حافظ انا كنت اعشق عبد الحليم، بس عمري في حياتي ما التقيت بيه. هو شافني
رح نحط لك اغنيه هلا لعبد الحليم حافظ، تختاري ايه؟ من الجونة. اختار ايه؟ اختار ايه؟ يا مالكا قلبي. من الاغاني الحلوه كثير. يا مالكا قلبي، ده من احب الاغاني لقلبي. بصي عبد الحليم ما فيش غنوة يمكن أنا مش حافظها له، بس عمري ما شفته. هو شافني مرة في استوديو 46 إذاعة، فقال لهم مين البنت اللي قاعدة جوه دي حلوة قوي قوي دي جاية. كنت أنا مع السيدة يا وردة. يا ربي الله يرحمك، لساتها حلوة حبيبي. كنت مع السيدة وردة الله يرحمها. الله يرحمها. وكانت بتسجل، وكان بالنسبة لي حدث عظيم إن أنا أحضر تسجيل وردة، مش هزار. فهو شافني وانا ما شفتوش، وبعدين بعد ما خلص التسجيل قالوا لي ان عبد الحليم حافظ كان هنا وبص عليكي وقال البنت دي شكلها حلو قوي وانا عايزه يعني عايزها تمثل معايا. كنت صغيره قوي، خلينا نقول للمشاهدين بس ده صحيح. قلت له نهار اسود عبد الحليم يبقى هنا وانا ما اشوفوش ازاي؟ هو اللي شافني وانا ما اشوفوش؟ انا بحبه، انا لازم اشوفه. I couldn't see him. عمري ما شفته، ما قدرت. فده اللي بوجه له، كان نفسي اشوفه، كان نفسي اشتغل معاه، وكان نفسي نوع النجاح اللي هو شافه ونوع النجاح بتاعهم بتاع الناس دي مختلف خالص عن نوع النجاح اللي احنا فيه. مع انه نجاحك كان تخطى الحدود، يعني خطى حدود البلاد العربيه، هم وصلتي يعني كثير، نجاحهم وصلتي لكل بيت، طعمه مختلف، قوته مختلفه، تاثيره مختلف، صدى اقوى بعده لهلا رغم كل شيء. عبد الحليم بعدنا كنا عم نسمع اغنيته بالسياره، ما مات، بعده معنا، بعده بقلب كل بيت. ام كلثوم عمري ما شفتها، ما ماتتش. ولا فريد الأطرش، ولا فريد الأطرش عمري شفته عن جد فعلا. يعني في ناس، ولا محمد عبد الوهاب، بعدهم لهلا. قابلته مرة واحدة في عمري للأستاذ الكبير محمد عبد الوهاب. للأستاذ الكبير محمد عبد الوهاب، كنت في السفارة المغربية في القاهرة، وكان في حفلة كبيرة، وبالصدفة قابلته. قلت له يا خبر أبيض يا فندم، أنا مش مصدق إن أنا شايفاك، أنا ممثلة جديدة، اسمي فلانة، مش فرحانة قوي. فهو رد عليا رد جميل جدا، بس ما صدقتش انه قاله لي. قال لك ايه؟ قال لي وانت جميله جدا، بس انا مش مصدقه ان عبد الوهاب قال لي انت جميله، مش مصدقه اني قاعده في اللحظه دي شفت عبد الوهاب. الله. وانا صديقه بناته الحمد لله يعني لسه دلوقتي. موجه لهم اكبر السيدة طبعا نهله القدسي الله يرحمها برضو، وكنت اسال عليها. يعني عارفه لما بتتعرفي غير لما بتكوني واحده لسه جديده، ولما بتتعرفي بيبقى مكانتك بتختلف. ست يسرى استوقفني شغلي لازم نوه عنها هلا، عسيره لما بتتعرفي قد ايه انت معروفه وقد ايه مهمه وقد ايه اسمك لامع. يعني لما بقولوا يسرى اف بيتمنوا الناس يتصوروا معها، هيدا التواضع كله اللي انا شفته اليوم واللي لمسته، يا ريت فيني خبر، فيني خبر؟ خبري اللي انت عايزاه، في حاجه اوعك تقولي حاجه وحش، قولي حاجه حلوه وخلاص. ما عندكيش حاجه وحش، تعيشي يا حبيبتي تعيشي. فتنا وعملت ميك اب وهالرواق وهالطيبه وهالتواضع، كنت قاعده حدا طبعا عم تعمل ميك اب وعم تعمل شعره، ما في ألز حبيبه قلبي. تسلمي. يعني اليوم انا بس عم بذكر هيدا الحكي تكل الممثلين الجداد يتعلموا التواضع منك، واللي انا خلال هالعقل نص ساعه اللي قعدتهم معك جوا تعلمت شغلتين منك، هلا بقول لك اياهم تحت الهواء. بصي انا بشوف ان الحب اللي انا بتحبه من الناس، انا مدينه للناس دي بشيء، ان هم ما دام بيحبوكي كده وبيصدقوكي كده ومش عايزين منك حاجه كده، ما فيش حاجه احلى من الحب ده. unconditional love، احلى بدون مقابل، مفيش.
بحبوا يسرى عشان يسرى، مفيش مقابل. فانت لما تديهم لحظة من وقتك، ايه اللي هيضرك؟ غيرك ما بفكر هيك. لا، I owe them this. انا حبهم ليا بيجبرني على احترامهم، بيجبرني اني اديهم وقت، حتى لو انا تعبانه، حتى لو انا متضايقه، حتى لو انا مش قادره اتصور. تتصوري؟ اه، بس في مرات اقول لهم لا النهارده بقى شكلي مش حلو، لا مش هتصور. انا ببقى تعبانه فيزيكلي، مش قادره اتصور. بيمرق على الانسان فترات بتقطع. انت بشر يا بنتي، انت بشر وبتقطع بكتير، وظروف التمثيل. لا انت بشر وعندك قادره النهارده مش قادره بكره، خلاص اكيد حقك. وعايزه اقول لك انهم بيعذروني لانهم بحبوكي. خلاص اقول لهم المره الجايه لما اجي. بلاش يعني، هم عارفين ان انا مش بعملها بضغينه، انا مش بعملها ببواخ، انا بعملها بجد عشان انا فعلا تعبان. اه، وانت شايف ان انا تعبان، يعني هو شايف ده. عشان انت الصدق اللي عندك بفرج مرايتك لبرا، لانه ما بتفرجي غير شيء. طب ست يسرى، في كيمستري كبير كتير بين الايقونه الكبيره اللي موجوده عندكم، واول الله يطول بعمرك يا اكيد استاذ عادل امام. بصي، عادل امام يعني اسطوره، شخصيه بتربطني بيه علاقه كبيره جدا وقديمه جدا وعميقه جدا. وعادل مش معرفتي بيه كفنان بس، احنا اتعرفنا كفنان بس، خلاص الدنيا بقت اكبر بكتير من قوله فنان. في حته انسانيه، في حته صداقه، في حته محبه، في حته أهل. إحنا أصحاب، إحنا أهل، إحنا عيلته، ولاده دولت يعني أنا شفتهم وهم قد كده، أنت فاهمة قصدي؟ يعني مش معقولة، يعني في حتة، في معاني كتير قوي 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 هي للعلاقة، اللي متوجة العلاقة دي. مش علاقة إن أنا نجحت معاه في فيلم ولا لأ، أنا محظوظة جدا إن أنا اشتغلت معاه 17 فيلم، أنجح أفلامي، من أنجح أفلامي. لكن أنا مع عادل إمام كمان اتعرفت على كل، يعني على الوطن العربي كله. عادل إمام بيشرف الفن المصري، بس صدقيني عادل حدوتة حب وعطاء واحترام وإنسانية وفن وذكاء ومعاملة وثقافة. يعني عادل جامع كل حاجة، جامع حاجات كتير جدا، وعادل مش هيتكرر ابدا. على طول بتقولي انت ظاهره مش هتتكرر. مش هيتكرر. عادل امام واحد بس، نحن بنحبه كتير كتير، فربنا يحميه ويحفظه ويطول لنا في عمره يا رب، ويدينا فن زياده، ويدينا محبه، ويلم شملنا دايما كده، ويدينا زيه هالقد. يا رب يا رب يا رب. على سيره الجونه وهالمنطقه الحلوه اللي صرنا انا وياك قاعدين اكثر من ساعه فيها، ولا حاسين ولا شوبنا ولا شيء، عن جد رائعه. الحمد لله. وعم تقطع كمان، هلا حنشوف تقرير اكثر. انت نورتينا وعايزاك تتفرجي اكثر. ايه اكيد، ورح نصور اكثر. اه، وصوروا اكثر. بس ما تحكي لنا شوي عن هذا المهرجان لاول مره بيصير بالجونة. فرحت جدا انهم عملوا الجونة فيلم فيستيفال، وتاكدت انهم عاملين اقصى جهد انهم ينجحوا المهرجان، حتى لو كان في اي، ازاي تقولي، اي ملحوظات. ما فيش اي مهرجان ما فيهوش ملحوظات على فكره، ولا كان حتى. صح، بس احنا ما بناخدش بالنا من الكلام ده لما نكون في كان، لكن احنا عندنا بنشوف علشان تتحاشي العيوب. انا بقول لك الحقيقه، معمول مجهود غير عادي في بهذا المهرجان، بالمهرجان ده عشان ينجح، لان دي اول سنه لي. وانا اصروا ان انا اكون في اللجنه الاستشاريه بالنسبه للمهرجان، وانا اتشرف اني اكون وياهم، لان انا عارفه ان هم مش هيبخلوا ابدا ابدا باي مجهود عشان يبينوا مصر على اجمل وجه. انا بتخيل انه حيكون صوره مصر الحلوه من يا رب يا رب. اتمنى لهم التوفيق. مشاركتك له كمان اسم كبير بينضاف له. ده شرف ليا، ووجود ايقونه زي عادل امام وتكريم عادل امام هنا، اعتقد ان ده في حد ذاته بيشيل المهرجان، بيحطه في كله. منطقه ثانيه خالص. صح، اكيد. انا بتمنى لك كل التوفيق. ميرسي ست يسرى. بشو بتحبي تختمي؟ اي موضوع انا وياكي ما حكينا عنه، حابه انت اليوم تحكيه على المكشوف؟ انا عايزه اقول لك ان انا حكيت معاكي في كل حاجه، بس مبسوطه لانه كل كلامي طلع سبونتينيوس، من غير ما، من قلبك، من غير ما اعمل اي رتوش فيه. فانا اللي بشكرك على المقابله الحلوه دي، ومن غير تكليف.
بشكرك على المقابلة الحلوة دي، بشكرك على وجودك في مصر، انك انت حابة انك تبيني احلى حاجات في مصر. بشكرك وبشكر لبنان وبشكركم كلكم على تشريفكم لينا، وبشكركم على اهتمامكم بالسياحة المصرية. وأنا بدي أتشكر حضورك معنا، وبدي أتشكر كل الشعب المصري اللي عم بيساندنا بهول الحلقات، وما بحاجة تشكريني لأنه نحن ومصر إخوة وراح نضل. وهذا العمل اللي عم نقول نقوم فيه نحن بس تنفرجي أكثر وأكثر العالم كله، مش بس لبنان. ميرسي، أنا متشكرة لك. مصر الحلوة أنا اللي نحن ربينا عليها واللي إلها علينا دين. يا أهلا وسهلا فيك. دينكم علينا، إلها علينا دين. حبيبتي أبدا أبدا. حبيبتي شرفتينا. اهلا بيكي، اهلا بيكي. مشاهدينا منلقونا، منكون ختمنا اول حلقه معكم مع الست يسرى، مع هالتواضع، هالمحبه، هالطيبه اللي انا اليوم يعني عن جد تعلمت منهم كثير، واكيد كثار من المشاهدين لمسون معي بالحلقه. بشوفكم بحلقه ثانيه من منطقه ثانيه.